اهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديده. العالم كله امبارح كان عايز يعرف مصير ال 23 طن اللي نازلين من السماء وهينزلوا فين. ايه حكايه ال 23 طن دول؟ 23 طن دولت هم وزن الصاروخ الصيني اللي كان نازل على الارض بعد ما انتهى من مهمه توصيل امدادات لمحطه فضائيه صينيه. الاحتمالات كانت بتقول انه الصاروخ ممكن ينزل فوق المكسيك، لكن هو في الآخر اختار اتجاه ماليزيا ونزل قريب منها في المحيط الهندي. وطبعا الأجسام اللي بتنزل بسرعة دي من الفضاء أكيد بتتحرق، وهذا هو المشهد اللي الكاميرات قدرت تصوره لحطام الصاروخ وهي مولعة واللي كانت بتشبه النيازك والشهب لما بتنزل من السماء. طبعا وكالة ناسا الأمريكية لأسباب كتير كان عندها اهتمام كبير بموضوع الصاروخ الصيني، خصوصا أنه وكالة الفضاء الصينية ما قدمتش أي معلومات لناسا عن مسار هذا الصاروخ. عشان كده بيل نيلسون مدير وكالة ناسا قال أنه لازم كل الدول اللي بتطلع الفضاء تنفذ الإجراءات السليمة في هذه الحالات، وكمان أنها تشارك المعلومات اللي عندها معانا عشان نعرف نتوقع حطام الصواريخ اللي من النوع ده هينزل يروح على فين ونحافظ على سلامة الناس. لكن الحقيقة أنا ما عنديش أي فكرة إذا كانت وكالة ناسا بتشارك نفس المعلومات بقى مع الصينيين أو مع الروس، خصوصا في الاجراءات او الاجواء قصدي المتوتره في العالم اليومين دول. واضح انه الصين بتدخل بقوه في سباق الفضاء اللي كانت لسنين طويله هي مش موجوده فيه، كان السباق بس ما بين امريكا وروسيا واوروبا بس. معنا على تليفون دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا على حضرتك واهلا بيكم. ايه اللي بيحصل؟ يعني ماذا حدث؟ اولا الحادثه اللي حصلت امبارح هي دي حادثه موجوده ومتكرره، ومش هندخل طبعا في الديبيت او الجدال ما بين الكتله الشرقيه الصين وامريكا وحلفائها. طبعا ده فيه يعني تداعيات وحاجات واسباب سياسيه واقتصاديه اللي بمقتضاها طبعا رفضوا دخول الصين معاهم في المحطة الفضائية الدولية، فقررت انها تعمل محطة لنفسها كقوة اقتصادية عظمى دلوقتي وعندها يعني تكنولوجيا علمية كبيرة. لكن فقدان السيطرة على أقمار صناعية أو صواريخ فضائية مش أول حالة بتاعت الصين ولا آخر حالة ولن تكون آخر حالة. من يومين ثلاثة كان سبيس إكس عندها صاروخين برضه واقعين، لكن هو زي ما بقول لحضرتك عشان الموضوع مرتبط بالصين فبقى فيه تضخيم إعلامي يمكن من الجانب الغربي شوية. احنا مش طرف في ده، احنا بنتكلم على حقيقه علميه. عديد من الصواريخ بيفقد السيطره عليها، مصيرها انها بتدور حوالين الارض. ويمكن كنا عاملين يعني ندوه مباشره كده امبارح يعني اثناء عمليه المتابعه للصاروخ، وعرضنا يعني في حتى يعني بعض الزملاء بيطلق عليها سحابه من الخرده بتعوم حوالين الارض في المدارات اللي موجودة فقد السيطرة. اللي بيقرب منهم من غلاف الجو للأرض بيتم اختراق الغلاف الجوي، بيتفتت لقطع صغيرة قد يحترق تماما طبقا لنوعية المواد اللي مصنوع منها. ولكن الأجزاء اللي بتقع على غرار الصاروخ الصيني أمس ممكن تسبب دمار لو وقعت على أرض أو على منطقة مولعة بالسكان، أو لو وقعت في المايه زي أمس ما بقاش فيه مشكلة. إحنا هنا كمراصد فلكية وأبحاث فضاء يهمنا تتبع الأجسام دي، سواء الأقمار الصناعية الحالية العاملة وفي برامج لرصدها سواء بأشعة الليزر أو الرصد البصري، لأن مهم جدا عملية تتبع الأقمار دي في مداراتها لتحقق الغرض بتاعها وتستمر أطول فترة ممكنة في مداراتها، وأيضا خشية من فقدان السيطرة عليها وبالتالي يعني ميزانيات رهيبه ممكن تهدر. تمام؟ تمام. القصه في ضوء تسارع وتيره برامج الفضاء، الاحتمال الفضائي كتير، اثاره وخيمه، في مقترحات عالميه من دول زي وكاله الفضاء اليابانيه وغيره انه يطلقوا ما يسمى مكنسه الفضاء تحاول تجمع الحاجات دي والتخلص منها، لكن على ارض الواقع عمليا مفيش شيء تم حتى الآن. فما زلنا بنرصد البقايا دي والحطام سواء هو موجود في الخارج لأنه ممكن يصطدم بأحد البرامج الفضائية العاملة في الخارج، أو أنه يسقط زي الصاروخ الصيني بتاع أمس أو سبيس إكس أو عديد من
الحوادث اللي بتسقط بشكل يعني متكرر، وده ممكن يكون ليه تأثير وخيم على الأرض لو نزل في منطقة مأهولة بالسكان. على فكرة ممكن الحيطان الفضائي ده بدل ما يقرب من الأرض والجاذبية ممكن يبعد، وعندنا في قمر صناعي ماليزي ميسات 3 احنا طبعا بنتابعه بقاله سنة ونص، وده خرج بعيد عن الأرض يعني ممكن يوصل في وقت من الأوقات للمريخ لأحد الأجرام التانية لأنه بيبعد تماما عن جاذبية الأرض. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية.